اسمي صابر الفقيه، مدير معامل الحوسبة البحثية الأساسية. كل تحدي نواجهه اليوم هو تحدي عالمي: الأمن الغذائي، تغيرات المناخ، استدامة الطاقة، مستقبل الصحة والاتصالات. لم تعد أي من هذه القضايا محصورة داخل حدود الدول. نحتاج إلى تقنيات ذات قوة فائقة تواكب تعقيد عالمنا. ومع شاهين 3 أصبحنا نملك تلك القوة. شاهين 3 هو حاسوب عملاق صمم وبني لتنفيذ أكثر الحسابات تعقيداً في العالم بسرعة مذهلة. بالنسبة لي لم يكن الأمر يوماً عن القدرة الحاسوبية وحدها فقط، بل عن الإمكانيات التي يمكننا تحقيقها باستخدام شاهين 3. هناك مسائل علمية وهندسية لم نكن نحلم بمعالجتها من قبل، ليس بهذه السرعة ولا بهذا الحجم. أطلقنا مؤخراً أحدث وحدات معالجة الرسومات GPUs في شاهين 3، والتي تتيح لنا تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتنبؤات التي كانت تستغرق شهوراً وأسابيع لتنجز الآن خلال أيام وربما ساعات فقط. نماذج وأنظمة المناخ العالمي، ملايين التفاعلات البيولوجية، البحر الأحمر، الصحراء، الغلاف الجوي، جميعها مترابطة في محاكاة واحدة. يمكننا اختبار آلاف السيناريوهات دون زراعة بذرة واحدة. يمكننا التنبؤ بالكوارث الجوية والمخاطر قبل وقوعها. يمكننا تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تتعلم بشكل آني. هذا يغير طبيعة الأسئلة التي يمكن طرحها، ويغير أيضاً نوع الإجابات التي يمكن العثور عليها. رسالتنا في كاوست جلية وواضحة، وهي مواجهة التحديات العالمية الملحة وتسريع تحويل الأبحاث إلى أثر ملموس. وهنا في المملكة العربية السعودية وفي كاوست نملك الطموح لقيادة تطوير الحلول التي سيعتمد عليها العالم. يعكس شاهين 3 التزامنا الراسخ بمستقبل المملكة العربية السعودية وبدفع مسيرة التقدم العالمي وتحقيق أثر إيجابي يخدم البشرية. الحوسبة تسرع خطانا، والطموح يرسم مسارنا، وشاهين 3 يمنحنا كليهما.